مختفي فين؟ ما انا في قناة الاهلي، انا عارف. وفي شغل تاني كده بتاع سيتي كلاب يعني، لكن التدريب ربنا يسهل وارجع قريب يعني. انا بحاول يعني اشوف حاجه بعد شويه عن مناسبه. التدريب، انت مش عارف ليه؟ لا لا لا، هي انت عارف فتره بس صغيره كده، لكن ان شاء الله ارجع تاني، لانه دي مهنتي الاساسيه وانا بحبها جدا، طب وحاسس ان انا لسه ما حققتش فيها حاجات كتير يعني. انا يعني لاني بحب التدريب جدا، اي فربنا يسهل كده ان شاء الله الواحد بس يجي له بتختار حاجه الحاجه مناسبه. المناسبه مش لان اي في حاجه جات وخلاص. حاجات برضو مش مناسبه شويه، في حاجات يا مش مناسبه كوضع في الفرقه، او مش مناسبه ماديا، او مش يعني لسه في حاجات مش مناسبه بالنسبه لي في اكتر، لكن لغايه ربنا ما يجي يسهل الحاجه المناسبه وان شاء الله ربنا ان يكرمك شاء فيه. الله باذن بس الله. معروف عنك كابتن اسامه، يقول لك كابتن اسامه عصبي جدا وهو مدرب. والله غلبان ما انت عارف. بيجي لك لا لقطات في التلفزيون في هو الماتشات. ساعات في بعض الماتشات، مش كل الماتشات طبعا، شويه باخد الامور ممكن تكون على اعصابي شويه، لكن طبعا يعني واحد هي برضو كرة القدم كده. كرة القدم كده. ده امبارح شفت يعني قبل ما نتكلم، بس انا يعني على ذكر شفت ماتش قطر، المدرب القطري واقف، سانشيز. تحس انه عجز 30 سنه وهو واقف صح طوال 90، تحس انه عجز. صح، وكان اداؤه كان مش لا كويس انا كمان. فاهم، بس انا اقصد يعني شوف بوريك ايوه صح، ضغط. وفي طبعا ضغط مدرب يعني. هو رقم واحد، هو الضحك، هو كبش الفداء، حاجه قاده المدرب. اصل هغير، معلش يعني، مثلا هغير اتحاد كوره، لا هغير مجلس اداره نادي، لا هغير غير المدرب. لعيبه، اللعيبه ما هو 30 لعيب مثلا عندك، سواء انت في النادي او اذا كنت بتختار في المتوسط ده يعني في المنتخب. في اسهل واحد مين؟ هيقول لك مدرب. اصل المدرب هو هو السبب. فالمدرب اضعف حلقه في المنظومه يعني، وبالذات بقى لو بتشتغل في حتت يعني يعني ما ادارات عندهمش. مش طبعا يعني هتلاقي طبعا اكيد موجوده في اوروبا مثلا، ولكن برضو في برضو توازن، في عقليه شويه هنا يعني، قرار على طول قرار المدرب سريع يمشي. بسرعه جدا، وممكن ما يبقاش مدروس هو، بس انفعالي، حد اتحمس، سواء بقى حد في الجهاز، حد في مجلس اداره، رئيس نادي، رئيس اتحاد، رئيس يعني، تلاقي كده القرارات سريعة على فكره في المنطقه العربيه عامه يعني، هو مش في مصر بس، بس هي ملحوظه في المنطقه العربيه اكتر طبعا ما بنشوف مثلا في اوروبا. صحيح بيحصل تغييرات لان دي سنه الحياه، ممكن تشتغل ومش ماشيه، او يكونوا عايزين يطوروا حاجه معينه، او بتحصل بعض لكن مش بشكل مستمر كده على طول، مستمر سريع. سريع جدا يعني، سريع جدا. وبعدين في نقطه كريم خطيره جدا، كل واحد عايز يقيم المدير الفني ومش عارف هو امكانياته ايه. معلش يعني انت دلوقتي 18 فرقه في الدوري، مع احترامي الكامل لاي فرقه منهم، انا ممكن احط لك ال 18 فرقه بترتيبهم اخر السنه يكاد من دلوقتي بامكانيات كل فريق هتوصل بنسبه 90% و95% صح. مش يعني فاهم، فما تلاقي فرق متاخره جدا ما بتصرفش وما عندهاش حاجه، ما عندهاش، وبعدين يجي يحاسب المدرب كانه مثلا هو ماسك نادي في المقدمه. طب ايه المنطق؟ انت ليك هدف غيره. ايوه انت ليك كل هدف، كل فريق حسب امكانياته ليه الهدف بتاعه طبعا. في فرق ظروفها وامكانياتها هي